مسيرة حافلة وعطاء علمي متميز وإنجازات في مجالات عدة، عبارات تختصر مسيرة شرفت على 50 عاما من عمر معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي مثل إنشاؤه نقلة نوعية في منهج البحث العلمي والتطوير في الكويت والخليج العربي. تمكن المعهد خلال تاريخه من تقديم مساهمة فاعلة في مسيرة التنمية في الكويت، وأدى الدور المنوط به والذي رسمته له القيادة السياسية في البلاد ليكون أحد المراكز والمؤسسات العلمية المهمة المسؤولة عن البحث العلمي والتنمية في الكويت. للمعهد خطة استراتيجية محورها الرئيسي تحديد خارطة الطريق والمنهجية الواجب اتباعها للاستثمار الأمثل والتوزيع المتوازن للموارد المتاحة لتحقيق رسالته وأهدافه. فعلى مدى أكثر من 45 عاما ثابر المعهد إلى تحقيق أهدافه في سلسلة من الخطط الاستراتيجية الخمسية. هذه المشاريع يعني احنا حطينا يعني الجزء الأهم منها هو اللي يتعلق بالمشاريع التطويرية، وهذه المشاريع التطويرية قسمناها إلى أجزاء، منها ما يتعلق في أمور علمية بحث مثل تطوير مختبر تكنولوجيا النانو، أشياء لها علاقة في الطاقات المتجددة، ووضعنا مشروع طموح جدا هو مشروع الشقاية وبدعم كامل ومحفز لنا من حضرة صاحب السمو. طبعا هذه تتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإن شاء الله يعني إحنا قطعنا فيها شوط كبير، يعني وقعنا 5 عقود خلال يعني الفترة الماضية. في طبعا مبادرة يعني أخرى تتعلق في الشباب، وهذه اللي تتعلق في الشباب طبعا ركزت على مفهوم العلوم وكيفية تبسيطها للشباب بين العمر 10 إلى 18 سنة، وهذا سميناه مركز الشباب. وهناك يعني عدة برامج تطويرية أخرى تتعلق في علاقاتنا مع المؤسسات الأخرى داخل الكويت وخارج الكويت. وقد تم تنفيذ أول خطة استراتيجية خمسية للمعهد في عام 1978، وحتى عام 1984، وشملت كلا من الخطط الخمسية اللاحقة مجموعة متنوعة من الأهداف التي كانت موجهة نحو حل التحديات الحالية والمتوقعة في الكويت. في البداية طبعا مثل ما أنت عارف، معهد الكويت للأبحاث العلمية تأسس في عام 1967 كمبنى صغير موجود على البحر لكنوات إنشاء مراكز الأبحاث بالكويت كالتزامات القطاع النفطي في الوفرة لدعم مسيرة البحث العلمي في الكويت. وتم التوسع من ذلك الحين حتى عام 1973 عند افتتاح المبنى الأول للمعهد، ثم تبع ذلك توسع في البنيان القادم من الحاجة والزيادة في عدد الموظفين والباحثين في المعهد. في عام 1986 تم افتتاح المبنى الرئيسي اللي اليوم احنا فيه، ومن ذاك الحين الى اليوم وصل عدد موظفي المعهد ما يتجاوز 1500 موظف، مما دعا الحاجة الى التوسع في عملية المباني والمنشآت والمختبرات. الخطة الاستراتيجية الحالية هي السابعة، وتجمع مفاهيم جديدة ومحسنة في مجال العلوم التطبيقية مصورة في مشروع التحول على مستوى المعهد ككل. خطة الاستراتيجية مالتنا بدأت كمدخل على مبادرات الحكومة، وعملنا خطة استراتيجية لمدة 20 سنة من 2010 إلى 2030. من هذه الخطة طلعنا في 43 مبادرة، وهذه المبادرات كانت مركزة على أمور تطويرية وأمور إنشائية،
وركزنا حقيقة على تنمية الكوادر البشرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية لضمان نجاح هذه الخطة اللي تم وضعها. طبعا مبادراتنا كانت يعني جزء مهم جدا في الوصول إلى أهدافنا اللي وضعناها في الاستراتيجية، وبدينا في وضع خطة استراتيجية للمعهد، وبدينا ننظر في علاقاتنا مع مؤسسات أخرى داخل الكويت وخارج الكويت، وبدينا ننظر على القيادات المستقبلية. فكل هذه بمجملها حقيقة كانت هي الخطوة المهمة في الوصول إلى أهدافنا اللي وضعناها. فقد قام المعهد بسلسلة من الدراسات المفصلة والتي أدت إلى ضرورة تحديد مراكز علمية ذات برنامج بحثي متعدد باعتبارها الهيكل الأمثل، والتي من خلالها يتم تلبية احتياجات أصحاب المصلحة الرئيسيين، مما يؤدي إلى تطوير المعهد إلى مؤسسة بحثية ذات مستوى عالمي مميز. كما حددت هذه الدراسات أوجه القدرة وتطلعات أفضل متوافقة مع الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في الكويت والمنطقة، وكانت النتيجة على أن تنظم هذه القدرات وتطلعات في 4 مراكز: مركز بحوث البترول، ومركز بحوث المياه، ومركز بحوث الطاقة والمباني، ومركز أبحاث علوم البيئة والحياة. لما وضعنا خطتنا الاستراتيجية عملنا خطة رئيسية لجميع مواقع المعهد بما فيها الشويخ والأحمدي والسالمية والشقاية ومنطقة تشب. ففي هذه المراكز كل مكان هناك مشروع محدد. في الموقع الرئيسي في الشويخ عندنا المركز المبنى الإداري الرئيسي، وعندنا مركز المياه، عندنا في الأحمدي مركز البترول المرحلة الثانية، وحقيقة كان في إكسبانشن كبير لهذا الموقع. في السالمية هناك مباني جديدة، وكذلك في الشقاية عملنا يعني 5 مشاريع هناك بما فيها البنية التحتية و المشروع الانتاج لانتاج الطاقه بالطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. ان الهدف الرئيسي من مشروع التحول هو لتركيز التزام المعهد لاستخدام افضل الممارسات في اداره انشطته البحثيه الاساسيه وتقويه بناء القدرات لديه وابراز القياده كمركز للعلوم والتكنولوجيا متميز في المنطقه. احنا نمشي ضمن الخطة الاستراتيجية للمشاريع الإنشائية في المعهد. فتم تغيير الخطة الاستراتيجية للمعهد في عهد الدكتور ناجي المطيري. فقاعد نمشي الحين في خطوات. تونا انهينا مركز أبحاث المياه اللي أنا واقف عنده للبحث العلمي، وعلى وشك أن نخلص مبنى الدعم الإداري للأبحاث العلمية اللي هو المبنى الكبير اللي ورانا في شو اسمه. فالمعهد يمشي على خطه استراتيجيه، يعني نخطط مع الادارات المعنيه بالدوله على اساس نقوم بالمشاريع للدعم البحث العلمي. طبعا هذه الانشاءات بلشت بدايه مع الباحثين، اخذنا ارائهم واحتياجاتهم اللازمه لاعداد هذه المباني، وعلى الاساس تم الاستشاره ما بين مكاتب استشاريه معتمده في دوله الكويت واضافه في معهد الكويت للابحاث العلميه، وذلك لتطبيق هذه المباني لتخدم هذه الشريحه الكبيره من الباحثين. مبنى فريد من نوعه ورمز من الرموز التي ستعرف بها الكويت مستقبلا، هكذا سيكون المبنى الجديد للابحاث العلميه، حيث يتماشى التصميم مع أفضل نظم الطاقة عالمياً. يأتي هذا المبنى رغبة في تطوير المعهد بما يتلائم ومتطلبات الصناعة الوطنية المتنامية، حيث بدأ المعهد في تنفيذ مشروع تطوير مرافقه الإدارية والبحثية، ولم يتم توسعة وتطوير مرافقه منذ 30 عاماً.
لذلك اهتم المشروع بوضع مخطط هيكلي شامل لمرافق المعهد الرئيسية، يتضمن إزالة بعض المباني القديمة والمتهالكة وتصميم مخطط مستقبلي للسنوات العشرين القادمة لإنشاء مبنى إداري مساند للأبحاث وفقاً لمتطلبات المباني الذكية، حيث سيستفاد فيه من نتائج أبحاث المعهد في مجالات ترشيد المياه وتوفير الطاقة واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة. تم إقرار إنشاء هذا المبنى لاستيعاب الزيادة في أعداد الموظفين وأيضا الحاجة للتوسع في عملية بناء المختبرات التخصصية سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع المياه أو في قطاع البيئة أو الزراعة أو الثروة السمكية. يعد طبعا هذا المبنى من بدء أول الخطة الاستراتيجية في أعمال تطوير مباني المعهد، وإن شاء الله راح ننتقل حق الخطة الاستراتيجية الثانية اللي تشمل بعض المناطق اللي داخل معهد الكويت للأبحاث العلمية في الشويخ، إضافة إلى مواقع الخارجية اللي تم اعتمادها في الدولة من بلدية الكويت. على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع وبتكلفة قدرها 17 مليون دينار تقريبا، يأتي هذا المبنى الجديد والذي يتألف من 14 دورا تشمل الميزانين والسرداب، وسيضم جميع الأقسام الإدارية والبرامج التقنية المساندة. جت فكرة إنشاء المبنى وهو المبنى الرئيسي للمعهد لأبحاث الكويت العلمية انطلاقا من سياسة المعهد نفسه لمواكبة أحدث النظم العالمية بجميع المجالات، خاصة ترشيد استهلاك الطاقة والصداقة البيئية، سبيشلي يعني في الأوضاع الحالية وهي أزمة الطاقة اللي حاليا قاعدين نشوفها. فالمبنى نفسه 41 ألف متر مربع، مبنى ضخم ما شاء الله، وفعلا استهلاك الطاقة فيه عنصر أساسي لعمر المبنى كله. سرداب المبنى يحتوي من خزانات مياه ميكانيكية ومعدات كهرباء والسبستيشن الكهربائي. الدور الأول طبعا بهو الاستقبال، الميزانين فيه أوديتوريوم ل 123 شخص، الدور الأول ميكانيكال فلور هم فيه معدات ميكانيكية وتكييف، من الثاني إلى الدور 12 أدوار متكررة معظمها مكاتب وغرف اجتماعات، دور 13 فيه النادي الصحي للرجال والنساء، وفيه بعد رانينج تراك طوله 210 متر تقريبا. السطح يحتوي من معدات تكييف وخلايا شمسية والويندو كليننج سيستم أو نظام تنظيف الزجاج للمبنى كله. وفق أنظمة مباني الطاقة شيد المبنى الجديد حسب المواصفات العالمية، بحيث يكون معتمدا من جهات خارجية، وهذه الخطوة تعد تطبيقا للمرحلة الأولى من استراتيجية تطوير المخطط الهيكلي للمعهد على مدى 20 عاما. مبنى صديق للبيئة ومحافظ على الطاقة، هكذا سيكون المبنى الجديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي تم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث الأنظمة والمواصفات العالمية. طبعا المبنى هذا حرصنا يعني بشكل دقيق انه يكون صديق للبيئة، وحطينا فيه مواصفات هندسية حقيقة اعتقد يعني فريدة من نوعها في دولة الكويت، بما فيها نظام التبريد، نظام الإضاءة، نظام توليد الطاقة يعني جزء منها بالطاقة الشمسية خصوصا لتسخين المياه. هناك طبعا يعني مواصفات كثيرة مهمة بأحدث التكنولوجيات، وحاولنا أن هذا المشروع وهذا المبنى يكون نموذج لبقية المباني في دولة الكويت، والمواد المستخدمة مواد يعني حقيقة من أفضل المواد بما فيها الأرضيات والزجاج الخارجي، نوع الإنارة لأول مرة مبنى كامل احنا استخدمنا فيه الـ LED، وهذه لمبات يعني موفرة للطاقة بشكل كبير جدا يعني.
طبعا نظام التكييف، نظام حطينا المياه للتبريد داخل المبنى بحيث انه يتم يعني عزلها من الجو الخارجي العالي الحراره بالصيف، بالاضافه الى ان عملناها بطريقه انها يتم تبريدها خلال الليل لما يكون هناك يعني استخدام بسيط للطاقه، يكون الطاقه اللي تيجي من الشبكه تروح للتبريد، ومع طلوع الشمس تبدا هذه المياه تدور في المبنى بحيث انها تبرد المبنى. طبعا احنا عندنا برامج كفاءة الطاقة واستدامة المباني، وهذا طبعا انعكس على عملية تصميم المبنى بما يتوافق مع المعايير البيئية وايضا معايير حفظ الطاقة في المباني فيما يتعلق في عملية الإضاءة الموجودة داخل المبنى، فيما يتعلق عملية استهلاك الكهرباء، عملية اختيار أنواع الزجاج لتغطية الشبابيك، وأيضا اختيار العوازل الحرارية في الجدران وفي سقف المبنى. جميع الأنظمة الموجودة في المبنى الإداري تعتبر الأنظمة الحديثة والتي تعمل على توفير الطاقة الكهربائية، والتي تساهم في تطبيق وتفعيل خطة وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت. مباني صديقة للبيئة من ناحية توفير الطاقة، مبنى الإدارة للبحث العلمي في السخانات المياه على الطاقة الشمسية، بالإضافة أن المساحة اللي تسمح لنا أن احنا نولد طاقة كهربائية للمبنى بحدود 50 كيلو وات موزعة على شبكة المبنى نفسها، هي مو كافية بس ضمن المساحة اللي تسمح لنا، زائد أن المبنى كله يحافظ على الطاقة من ناحية الزجاج، العوازل اللي موجود فيها، كل هذا شو اسمه تكون صديقه للبيئه ومحافظه للحفاظ على الطاقه، على اساس نقلل من استهلاك الطاقه الكهربائيه كثر ما نقدر. مرحله هم مهمه للصداقه للبيئه، وهي اختيار المواد اللي استخدمت للمبنى، ان كانت التشطيبات وهي تشطيبات معتمده مصنعه في مصانع تستعمل مواد صديقه للبيئه ومعتمده عالميا لها شهاداتها كلها، الإنارة للمبنى كله إنارة عن طريق LED وهي هم توفر الطاقة، وكل الدور والمكاتب وصالات المبنى نفسها فيها سناسر أو سنسرز تتبع حركة المستخدم وتطفي أو تشتغل بناء على الحركة الداخلية. طبعا كل المغاسل والأدوات الصحية في المبنى هم عليها سنسرز تقلص من استخدام أو استهلاك المياه في المبنى، وطبعا أهم شيء اللي هو في سطح المبنى خلايا شمسية، 48 خلية تستعمل لتسخين المياه، تسخين المياه تقريبا 7000 لتر، والنوعية الثانية من الخلايا للخلايا للطاقة الكهربائية وهي 126 خلية تعمل لك تقريبا 39 كيلو واط، وهو ما يعادل إنارة مبنى فيه 15 شقة. فهذه عناصر فعلا التصميم اللي تميز المبنى، وفعلا صديقة للبيئة، وإن شاء الله بعد ما يتم تشغيل المبنى يتم استعراض كل العناصر اللي فعلا متعوب عليها، وإن شاء الله المعهد يفتخر فيها في المستقبل. معادلة صعبة سعى معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى تحقيقها من خلال المبنى الجديد، أملا في استدامة المبنى تمثلت في تزويد المبنى بالطاقة وكيفية الاستهلاك الرشيد لهذه الطاقة، سواء من خلال استخدام الإنارة أو أنظمة التكييف وغيرها من أوجه الاستهلاك الكهربائي. هذا المشروع الجديد شكل تحدياً للشركة المنفذة من حيث مدة تنفيذه خلال الفترة المتفق عليها مع المعهد ليكون الأول من نوعه في دولة الكويت.
احنا عندنا شقين لعمليه استدامه المبنى، شق في عمليه انتاج وتزويد المبنى بالطاقه، والشق الاخر يتركز على عمليه الاستهلاك الرشيد للطاقه داخل المبنى نفسه. فاحنا طبقنا المفهومين في المبنى هذا، راح يكون جزء بسيط مغطى في الواح شمسيه لانتاج جزء بسيط من حاجة المبنى السنوية من الطاقة الشمسية، وفي أيضا الجهة المقابلة اتبعنا أفضل معايير في عملية تقليل استهلاك الطاقة سواء بالتكييف أو في الإنارة للمبنى من الداخل. تصميم المبنى من الداخل استخدمت قواطع زجاجية شفافة لكي تمر الإضاءة الشمسية المباشرة من خلال الدور كله طوال اليوم، فهذه طبعا تقلل من الإنارة الكهربائية وبالتالي استهلاك الطاقة نفسها بالمبنى يقل. العنصر الثالث التصميمي طبعا، وهو أكبر عنصر يستهلك طاقة في المباني بالكويت أو المناطق الحارة الصحراوية الجافة، هي التكييف. فاستخدم نظام التخزين الحراري أو الثيرمال ستورج، وهي خزانات مياه في السرداب تخزن فيها المياه المبردة أثناء الليل. فالطاقة اللي تستهلك لتبريد المياه العادة اللي تكون في النهار في أوقات الذروة تستهلك في أوقات الليل. وطبعا المبنى يعمل نوع من تقليص استهلاك الطاقة باستبدال أوقات الذروة لتبريد المياه للتكييف نفسه. اخترنا المكان أن يكون فوق المبنى القائم الإداري، وهذا طبعا تحدي إنشائي خاصة بسبب تمركز نقاط المبنى نفسه الإنشائية فوق أو حوالين المبنى الأساسي. فمرحلة التصميم ومرحلة الإشراف فعلا كان في تنسيق وتحدي، والحمد لله سلامة المبنى توفقت، وإن شاء الله نحتفل إحنا وياكم مع بعض بافتتاح مثل هذا المشروع ومثل المشاريع الثانية الرائدة اللي راح إن شاء الله تضمن استمرارية ريادة الكويت على المستوى الدولي وعلى المستوى أيضا الإقليمي فيما يخص التطور العمراني، وهو يعتبر بالنسبة لنا تطور ثانوي، اللي يجي قبله هو التطور والاستثمار البشري اللي كلنا نعول على شباب الكويت في الاستثمار فيهم، اللي بالنسبة لنا يعتبر أهم من الاستثمار في الخرسانة. لقد استطاع المعهد منذ نشأته وحتى اليوم تحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات مختلفة، كما تمكن من أداء معظم المهام الملقاة على عاتقه والمتمثلة في النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية، وبخاصة فيما يتعلق بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي، وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية للكويت، وتقديم المشورة للحكومة بما في ذلك سياسة البحث العلمي للبلاد. وتبقى رؤية معهد الكويت للأبحاث العلمية أن يتم وبحلول عام 2030 الاعتراف بالمعهد دوليا كأهم بوابة للمعلومات والتكنولوجيا في المنطقة، والأكثر احتراما وتميزا كقوة دافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي الدائم ولتحسين نوعية الحياة.